السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر أحمد سامي من موقع english2fun.com، والنهاردة معادنا مع الحلقة رقم 33 في شرح مادة اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي المنهج الجديد 2019. النهاردة إن شاء الله هنحل على قواعد units 10, 11, 12، المباشر وغير المباشر او reported speech اللي شرحناها في الحلقة اللي فاتت، الحلقة رقم 32. يعني حلقة النهاردة مرتبطة كليا بالحلقة اللي فاتت. ياريت اللي ما اتفرجش على الحلقة اللي فاتت يروح يتفرج عليها بسرعة ويجي يحل معانا هنا exercises على قواعد units 10, 11, 12. النهاردة ان شاء الله هحل من كتاب My Friend، لان معظم التمارين اللي في كتاب جيم انا حلتها بالفعل في الحلقة اللي فاتت وانا بشرح، فعشان كده احاول اخلي الجمل اللي انا هحلها النهاردة تكون مختلفة شوية، وهنحل ان شاء الله من كتاب My Friend. احب اوجه شكر لمستر مجدي شلبي مؤلف كتاب My Friend، اولا لحرصه الشديد على ان نسخ الهدايا بتاعت كتاب ماي فريند توصلني لغاية عندي، بشكرك يا مستر، وكمان على موافقته اني اعمل هذا الفيديو بالاستعانة بالكتاب الجميل بتاعه. طبعا كتاب ماي فريند من افضل كتب المراجعة لتالتة ثانوي السنة دي ان شاء الله. كمان مرة بشكر مستر مجدي شلبي وبتمنى له التوفيق ان شاء الله في سلسلة ماي فريند سواء السنة دي او السنوات الجاية ان شاء الله. نشوف مع بعض اول جملة بتقول: مستر فرج، السيد فرج، said he، قال انه، not his driving test the previous year، يعني نجح في امتحان القيادة في السنة السابقة. انا شرحت طريقة الحل بالتفصيل مع الامثلة في الحلقة اللي فاتت، لكن مفيش مانع ان انا اقول طريقة الحل بسرعة. انا قلت يا جماعة لو في كلمة دالة في الجملة، لو في كلمة دالة بنرجعها لأصلها وبعدين نشوف زمنها ونرجع خطوة. كمان مرة هوت، لو في كلمة دالة في الجملة بنرجعها لأصلها ونشوف زمنها ونرجع خطوة. تعالوا نشوف كده الكلمة الدالة اللي عندي. كلمة الدالة عندي ليها ايه؟ The previous year، السنة السابقة، هنرجعها لأصلها. أصلها last year، أصلها ايه؟ last year. وبعدين نشوف زمانها ماضي بسيط. زمانها ايه؟ ماضي بسيط. طيب الماضي البسيط لما بيرجع خطوة لورا بيبقى ماضي تام، يعني الإجابة هتكون had passed. شفتوا يا جماعة أنا حليتها ازاي؟ شفنا الكلمة الدالة، رجعناها لأصلها، شفنا زمانها، رجعنا خطوة. طيب لو مفيش كلمة دالة بنعتمد على فعل القول. تعالوا نشوف كده الجملة رقم 2 بتقول ايه؟ He told me that، هو قال لي أن، he not working as a sales assistant، أنه كان يعمل كإيه؟ أنه كان يعمل كبائع يعني، ماشي؟ هو قال لي إن هو كان يعمل كبائع، كلمة sales assistant يعني بياع، ماشي؟ طيب هو قال لي إن هو كان شغال بياع. طيب مفيش كلمة دالة في الجملة يا جماعة، لا يوجد في الجملة كلمة دالة، تمام؟ لا يوجد في الجملة كلمة دالة، هنعتمد على فعل القول. فعل القول لو كان مضارع نختار مضارع، وإذا كان فعل القول ماضي نختار ماضي، ماشي؟ طيب فعل القول عندي اللي هو told، told يعني أخبره. طبعا told الماضي من tell، فعل القول ماضي يبقى هنختار ماضي. نبص بقى في الاختيارات: had been ماضي، has been مضارع يبقى غلط، had ماضي، يبقى عندي كده اتنين ماضي اهو، ماشي؟ طيب الاختيار الرابع والاخير has مضارع، غلط. طيب انا عندي اتنين ماضي، في عندي had been وفي عندي had بس. طيب بصوا بقى على كلمة working، ينفع اقول had working؟ ما ينفعش طبعا، تمام؟ هي ايه؟ had been working، ماضي تام مستمر، had been working. طيب had وworking ده زمن ايه ده؟ ان شاء الله ده مش منظر زمن خالص يعني، فبالتالي انا استبعدت هاد، عشان هاد محتاجة بعدها تصريف تالت، مش محتاجة بعدها ان جي، يبقى هاد غلط. يبقى يا جماعة طريقة الحل بكل بساطة ان انا بشوف الكلمة الدالة،
ماشي، وبعدين ارجعها لاصلها واشوف زمانها وارجع خطوه. اما لو كان مفيش كلمه داله بعمل ايه؟ ها، بختار حسب فعل القول. اذا كان فعل القول مضارع اختار مضارع، اذا كان فعل القول ماضي اختار ماضي. طيب تعالوا نشوف مع بعض الجمله رقم 3. بيقول he explained that his uncle، هو شرح او فسر ان عمه not encouraging him، كان بيشجعه to find another job، ان يجد وظيفة جديدة. ما عنديش كلمة دالة في الجملة، ما عنديش كلمة دالة، يبقى هعتمد على فعل القول اللي هو explained، فسر او شرح. ها explained ماضي، اختار ماضي. عندي has مضارع غلط، was ماضي صح، is مضارع غلط، had ماضي صح. طبعا عندي was و had الاتنين ماضي، اعمل ايه؟ ها بصوا كده، encouraging verb ing، مفيش حاجة اسمها had encouraging، ما ينفعش طبعا، هي هتبقى was encouraging، was او were زي الverb زي ing، ماضي مستمر، مش هينفع had عشان had محتاجة بعدها تصريف تالت. يبقى لو مفيش كلمة دالة بشوف فعل القول، اذا كان فعل القول مضارع اختار مضارع، اذا كان فعل القول ماضي اختار ماضي. ولو جاب لي كذا اختيار زي الجملتين رقم 2 و3 كده، لو جاب لي كذا اختيار هيبقى في واحد فيهم مستبعد طبعا. خلاص، طيب تعالوا نشوف الجمله رقم 4، وهي جمله سهله جدا. he said that his uncle، هو قال ان عمه not our products for many years، للكثير من السنوات. طيب مفيش عندي كلمه دل، يبقى هعتمد على فعل القول اللي هو said، فعل القول ماضي، said الماضي من say، يبقى اختار ماضي. had sold ماضي تام صح، هي دي الاجابه الصح، تمام. طيب has sold مضارع غلط، is selling مضارع غلط، sells مضارع غلط، ما عنديش اختيار واحد بس اللي ماضي اللي هو ايه؟ had sold. على فكره الجمله دي ممكن تتحل بطريقه تانية، ممكن واحد يقول يا مستر كلمه for وسنس من الكلمات الدالة على المضارع التام، فأنا هرجع خطوة لورا واختار ماضي تام، برضو هتوصل لنفس الإجابة اللي هي had sold. يعني أنا ممكن أحلها بطريقتين. نشوف مع بعض الجملة رقم 5. بتقول he said that he was a sociable person، هو قال أنه رجل اجتماعي أو شخص اجتماعي، كلمة sociable يعني اجتماعي. and so he نقط، ولذلك هو نقط، talking to customers، ولذلك هو بيستمتع بالكلام مع الزبائن. طيب ما عنديش كلمة دالة، هعتمد على فعل القول، فعل القول اللي هو said، فعل القول اللي هو said، said ماضي، اختار الماضي. would enjoy، has enjoyed، enjoys، will enjoy، مفيش حاجة راجعة للماضي غير would enjoy. طبعا كل الاختيارات اما مضارع او مستقبل، has enjoyed مضارع تام، enjoys مضارع بسيط، will enjoy مستقبل. طبعا مفيش حاجه راجعه للماضي غير would enjoy. ممكن احل الجمله دي بطريقه تانية للناس اللي قرات نص الاستماع. نص الاستماع كان بيقول ايه؟ I am a sociable person، انا رجل اجتماعي، so I will enjoy talking to customers، ولذلك سوف استمتع بالتحدث مع الزبائن. يعني الجملة كان اصلها I will enjoy، will enjoy لما ترجع خطوة لورا هتبقى would enjoy. طبعا اللي قارئين نص الاستماع هيحلوا الجملة ديت على طول. طبعا انا لا احبذ هذا النوع من الجمل، لاني ما احبش الطالب يكون حافظ الاجابة كده، تمام. انا احب الطالب يفكر في الجملة، بس عموما الجملة ديت من نص الاستماع، وعشان كده ويل تبقى وود على طول، فالاجابة هتبقى وود. وطبعا انا حليتها لكم كده بطريقتين. نشوف مع بعض الجملة رقم 6. بيقول I told him، انا اخبرته، that we not interviewing any more people today، انا اخبرته اننا لن نقوم بعمل انترفيو مع اي حد تاني اضافي النهاردة. يعني انا قلت له مش هعمل اي مقابلات مع اي حد تاني النهاردة. لاحظ يا جماعة ان الكلمة الدالة اللي هي today ما رجعتش ل that day. ناخد بالنا بقى عشان الحتة ديت رخمة شوية. انا قلت لكم في الحلقة اللي فاتت ان في عندي 6 حالات ممنوع فيهم الرجوع بالزمن، من ضمنهم لو كلمة دالة ما رجعتش. يعني انا شرحت في الحلقة اللي فاتت، قلت
من ضمن التحويلات من مباشر لغير مباشر ان today تتحول لذات day. طيب هو دلوقتي ما حولليش الكلمة الدالة من today لذات day، تمام؟ يبقى هنا ممنوع ارجع بالزمن كمان، يعني هنا الزمن ما يرجعش بقى، ما دام الكلمة الدالة ما رجعتش يبقى الزمن ما يرجعش بقى. ها طيب نبص بقى في الاختيارات. haven't مضارع، aren't مضارع، الاتنين دول ينفعوا كده لان انا كده دول مش راجعين بالزمن. ها hadn't راجع بالزمن لماضي غلط، weren't راجع بالزمن للماضي غلط. طبعا انا مش هينفع ارجع بالزمن لان ممنوع الرجوع بالزمن خطوة لما تكون الكلمة الدالة ما تحولتش. الكلمة الدالة عندي اللي هي today ما تحولتش لthat day، يبقى هنا ممنوع الرجوع بالزمن كمان، ماشي؟ يبقى هفضل في المضارع haven't ولا aren't. haven't محتاجة بعدها تصريف تالت، انما aren't جاي وراه verb ing، يبقى الاجابة الصح aren't عشان هو جايب لي ing اهيت اللي هي ايه؟ interviewing، تمام؟ طبعا haven't كانت محتاجة interviewed، يعني كان المفروض يجي بعدها ايه؟ تصريف تالت، تمام؟ طيب عموما يا جماعة انا طبعا مش هينفع في الفيديو بتاع النهاردة اقعد اشرح بقى الست حالات بتاعت ممنوع الرجوع بالزمن خطوة امتى وكده، فارجوكم ارجوكم اللي ما ذاكرش الجزئية دي كويس يروح يذاكرها من الفيديو اللي فات، اللي هو امتى ما بنرجعش بالزمن، يعني امتى المضارع ما بيرجعش للماضي، امتى المضارع ما بيرجعش للماضي. عندي ست حالات من ضمنهم لو الكلمة الدالة ما تحولتش. نشوف الجملة رقم 7، بيقول I promised انا وعدت that I not him ان انا هتصل بيه on Saturday morning، انا وعدت ان انا هتصل بيه يوم السبت الصبح. جميل قوي، جميل جدا. احنا خدنا في الوحدة التالتة ان promise بتاخد will والمصدر. طيب هو بقى جايبها لي promised ماضي، ماشي؟ يعني promise رجعت للماضي، يبقى will ترجع لwould، يبقى الإجابة صحيحة ايه؟ would contact. طبعا يعني ده ربط بين الوحدة العاشرة والوحدة التالتة، جملة بتربط بين الوحدة العاشرة والوحدة التالتة، يعني لازم نكون مذاكر الوحدة التالتة والوحدة العاشرة. قلنا في الوحدة التالتة وتحديدا في الحلقة رقم 11، اللي مش فاكر يرجع للحلقة رقم 11، قلنا promise من الكلمات الدالة على will، فلما تبقى promised ماضي ها نرجع بwill نخليها ايه؟ would، مش كده؟ طيب ترجمت الجملة، انا وعدت ان انا هتصل بيه يوم السبت الصبح. الجملة رقم 8، he promised that he not be home the next morning. برضو نفس الفكرة هي يا جماعة، promised ماضي، ماشي؟ هو رجع ب promise خلاها promised، يبقى هنرجع ب will نخليها برضو ايه؟ would. هو مركز على الحتة ديت عشان حتة مهمة جدا، في ناس اول ما بتشوف كلمة promise بتختار will على طول. ركز بقى ان ويل بترجع لود لو كانت بروميس اتحولت لبروميست. نشوف مع بعض الجملة رقم 9، بتقول منال told her friend، يعني منال اخبرت صديقتها that her brother ان اخوها not here with her homework that afternoon، ان اخوها كان بيساعدها في عمل الواجب ذلك المساء. طيب تعالوا كده نبص مع بعض، هنلاقي مفيش كلمة دالة فهنعتمد على فعل القول، فعل القول اللي هو told، told الماضي من tell، فعل القول ماضي، هنختار ماضي. نبص في الاختيارات، was helping ماضي، هي دي الإجابة الصح، has helped مضارع تام غلط، will help مستقبل غلط، is helping مضارع غلط، يبقى أنا بختار الماضي عشان فعل القول ماضي. نشوف الجملة رقم 10، بتقول طارق said، طارق قال they were hot، قال ان هم كانوا حرانين حاسين بالحر يعني، because they not playing tennis عشان هم كانوا بيلعبوا تنس. طيب مفيش في الجملة كلمة دالة، هعتمد على فعل القول اللي هو said، said قال ماضي، الماضي من say، يبقى اختار ماضي. نبص في الاختيارات، have been مضارع غلط، have مضارع غلط، had been ماضي، had ماضي، يبقى انا عندي had been و had، هما الاتنين ماضي. نبص بعد الاختيارات، playing verb ing
يبقى هختار هاد بين، عشان ممكن اقول هاد بين فيرب اي ان جي زمن الماضي التام المستمر، هاد بين فيرب اي ان جي، لكن مفيش حاجه اسمها هاد فيرب اي ان جي، ما تنفعش. طبعا هاد دي اللي هي اخر اختيار، كانت محتاجه تصريف ثالث اللي هو بلايد، ماشي؟ طيب يبقى استبعدت هاد عشان لازم يجي بعد هاد تصريف ثالث. زي ما لاحظتوا يا جماعه، لو في كذا اختيار ينفع بنلاقي ان في واحد فيهم بيبقى مستبعد، يعني ما تقلقوش، دايما الاسئله اللي هتيجي في امتحان اخر السنه مش هيبقى فيه اجابتين محتملين الاثنين صح، ما بيحصلش الكلام دوت، بيبقى فيه دايما حاجه مستبعده. نشوف الجمله رقم 11. منى شاوتد، منى صاحت بصوت عالي، كلمه شاوت يعني يصيح بصوت عالي، منى زعقت كده وقالت بصوت عالي that the animal، ان الحيوان dangerous خطير. طيب مفيش في الجملة كلمة دالة هعتمد على فعل القول اللي هو shouted، shouted الماضي من shout، يعني الجملة ماضي، اختار ماضي. نبص في الاختيارات، had ماضي، is مضارع، was ماضي، has مضارع، يبقى كده الاختيارات هتنحصر ما بين had و was. طيب نركز كده مع بعض، had dangerous يعني الحيوان كان يمتلك خطير، ولا الحيوان كان خطيرا؟ was طبعا هي الإجابة الصح، لأن had معناها امتلك، had معناها امتلك، لكن was معناها كان، يبقى الحيوان كان خطيرا، مش كده؟ طيب يبقى بستبعد دايما الغلط. نشوف الجملة رقم 12، بتقول كريم admitted that، يعني كريم اعترف ان، كلمة admitted يعني اعترف، that he lost the pen، اعترف انه ضيع القلم، that I not him اللي انا سلفته له. طيب حلو قوي، مفيش في الجملة كلمة دالة هعتمد على فعل القول اللي هو admitted، admitted اعترف الماضي من admit، يبقى انا هستخدم ماضي، ما دام فعل القول ماضي يبقى اختار ماضي. نبص في الاختيارات، had lent ماضي، have lent مضارع، had been lent ماضي، lending طبعا ما هي الزمن اصلا، يعني اي ان جي من غير زمن معين، خلاص. طيب يبقى انا عندي اختيارين ماضي، had lent و had been lent. طيب had lent يعني سلف، had been lent يعني سلف، سلفة مبنية للمجهول عشان فيها فيرب تو بي والتصريف التالت، اللي ناسي المبني للمجهول يروح يراجع عليه في الحلقة رقم 28، هتلاقيني شرح لكم المبني للمجهول بالتفصيل، تمام؟ طيب طبعا الجملة ليست مبنية للمجهول، أنا سلفت القلم، يعني مش أنا سلفت، يعني مش هتبقى مبنية للمجهول، يبقى الاختيار الصحيح هيبقى had lent ماضي تام مبني للمعلوم، انما had been lent ماضي تام مبني للمجهول غلط، ماشي؟ نشوف الجملة رقم 13، بيقول نهلة explained that، نهلة شرحت او فسرت، ماشي؟ that it not great if they could go to England in the summer، يعني نهلة فسرت ان هيكون من الرائع ان هما يروحوا انجلترا في الصيف، ماشي؟ طيب عندي فعل القول explained، explained الماضي من explain، يعني فعل القول ماضي، اختار ماضي. عندي would be وكان be، كان be غلط طبعا عشان مضارع مش تنفع، would have been، will be مستقبل غلط، يبقى انا الاختيارات هتنحصر ما بين would be او would have been على اساس ان هما الاتنين راجعين للماضي. طيب نركز بقى، بصوا يا جماعة، انا عندي الناحية التانية if they could، if ماضي بسيط، يبقى الناحية التانية would والمصدر حالة if التانية، طبعا انا لو اخترت would have been هتبقى حالة if التالتة، ماشي؟ في حين انها حالة اف التانية، انا عندي اف ماضي بسيط وود والمصدر، دي حالة تانية، انما اف ماضي تام وود هاف والتصريف التالت، يبقى ما ينفعش اختار وود هاف والتصريف التالت الا لو كانت حالة تالتة، ودي حالة اف التانية وليست التالتة، يبقى وود هاف بين غلط عشان كانت محتاجة اف ماضي تام، خلاص؟ طيب نشوف الجملة رقم 14، ليلى said that she liked tennis،
ليلى قالت انها حبت التنس and not a good game that morning، وقالت انها لعبت مباراة جيدة هذا الصباح. طيب عندي فعل القول ماضي اللي هو said، يبقى اختار ماضي. نبص كده، had played ماضي تام هو ده الإجابة الصح، is playing مضارع مستمر، has played مضارع تام، will play مستقبل، مفيش حاجة تنفع غير had played. ممكن أحل لحضراتكم الجملة بطريقة تانية. احنا واخدين قبل كده في ابتدائي وإعدادي إن this morning من علامات زمن الماضي البسيط، هذا الصباح من علامات الماضي البسيط. طبعا هي لما تحولت من مباشر لغير مباشر بقت that morning، ذلك الصباح. يعني الجملة كان أصلها ماضي بسيط، الماضي البسيط لما بيرجع خطوة لورا يبقى ماضي تام، الماضي التام اللي هو had played، وصلنا لنفس النتيجة ونفس الإجابة، يبقى حليت الجملة بطريقتين. تمام؟ طبعا دول يا جماعة أهم 14 جملة على الوحدة العشرة. تمام؟ طيب وتلاحظوا حضراتكم انهم مركزين على الجمل الخبريه، ماشي؟ طيب تعالوا بقى، انا جبت لكم 6 جمل كمان على الجمل الاستفهاميه من الوحده ال11. تمام؟ تعالوا نشوف الست جمل المهمين بتوع الوحده ال11. احنا حلينا 14 جمله على الجمل الخبريه بتوع الوحده ال10، ماشي؟ هنحل دلوقتي 6 جمل على الجمل الاستفهاميه بتاعت الوحده ال11، بس برضو اهم 6 جمل. يعني انا مش جايب جمل عادية كده، انا جايب الجمل الايه المهمة، وبرضو من كتاب ماي فريند. تعالوا نشوف كده مع بعض الست جمل بتوع الوحدة ال11. نشوف مع بعض اول جملة بتقول ايه. I asked Andy، انا سألت Andy. شايفين يا جماعة دي جمل استفهامية، فانا سألت، ها انا سألت Andy where the poet، اين الشاعر نقط up، أين الشاعر نشأ، أين نشأ الشاعر، يعني هو عاش فين وهو صغير يعني. تمام؟ هنا بقى نركز فعل القول اللي هو asked ماضي، الماضي من ask، ماشي؟ يبقى لازم اختار ماضي. نبص في الاختيارات، grew الماضي من grow صح، ماضي اهو، has grown مضارع تام غلط، had grown ماضي تام صح، يبقى في 2 ماضي في الاختيارات، grows مضارع. طبعا انا الاختيارات طبعا لازم تنحصر في الماضي لان فعل القول جاي ماضي اللي هو asked، grew ماضي بسيط، had grown ماضي تام. مشكلة هيقع فيها طلبة كتير على فكرة، انه لقى 2 ماضي في الاختيارات. تعالوا نشغل مخنا. انا هنا عشان احل الجملة دي لازم اتخيل السؤال. تعالوا كده مع بعض نرجع السؤال لاصله، اين نشأ الشاعر، اين نشأ الشاعر، مش هقول اين ينشأ الشاعر، هقول اين نشأ الشاعر. يعني السؤال المباشر كان ماضي، خلاص السؤال المباشر كان ايه، كان ماضي، اين نشأ الشاعر، مش هقول اين ينشأ الشاعر. يبقى السؤال بعد التخيل كده ماضي، ارجع بقى بالماضي خطوة لورا يبقى ماضي تام. الإجابة الصحيحة إيه؟ had grown. يبقى لو حد اتلخبط في حتة زي دي هنرجع السؤال لأصله عشان نعرف هو كان أصله إيه؟ يعني السؤال كان أصله ماضي، الماضي لما بيرجع خطوة لورا يبقى ماضي تام، مش كده يا جماعة؟ يبقى يا رب نكون فهمنا الجزئية دي كويس. يبقى لو حصل حاجة زي كده لازم نتخيل الجملة الأصلية اللي كانت جملة مباشرة. تمام؟ طيب تعالوا نشوف الجملة رقم 2، وهي جملة مركزة على الروابط، واعتقد ان انا شرحت لكم الروابط بالتفصيل في الحلقة اللي فاتت. تمام؟ عموما مش هطول عليكم وهقول بسرعة وهوضح بسرعة. بيقول I asked him، انا سألته نقط he could tell me، اذا كان يقدر يقول لي about his career عن حياته المهنية. طيب نبص في الاختيارات، weather اول واحدة، دي weather يعني الطقس. انا اتكلمت معاكو الحلقة اللي فاتت عن الفرق بين weather اللي هي الطقس وweather اللي هي سواء او اذا، سواء او اذا اللي هي WHETHER، دي لو كانت جت كانت تبقى تنفع، لكن الطقس ايه علاقة الطقس بالدرس بتاعنا؟ اللي بيتلخبط لسه بين ويذر طقس وويذر سواء يرجع للفيديو اللي فات. طيب اف يعني اذا، هي دي الاجابة الصح، انا سألته اذا كان يقدر يقول لي عن وظيفته. طبعا ذات
ذات بتيجي مع الجمل الخبرية ودي جملة استفهامية، والدليل ان انا عندي asked سألة، ماشي؟ ذات بتيجي مع الجمل الخبرية يبقى غلط. unless طبعا مش هتنفع، unless يعني اذا لم، ماشي؟ طبعا ملهاش علاقة اصلا بالدرس بتاعنا اللي هو المباشر وغير المباشر. نشوف الجملة رقم 3، بيقول I asked what، انا سألت ماذا، as an ambassador، كسفير، to the United States، للولايات المتحدة. انا سألته هو عمل ايه كسفير للولايات المتحدة. طبعا يا جماعة هو في غلطة مطبعية، هي المفروض مش ambassador يعني سفير بس، لا المفروض an ambassador، يعني المفروض تسبق بايه؟ بان. في غلطة مطبعية، مفيش هنا an، المفروض يبقى فيه ايه؟ an، as an ambassador، عشان احنا واخدين في اولى ثانوي ان الوظائف تسبق بايه او an. طبعا كلمة ambassador يعني سفير. نرجع تاني للسؤال بتاعنا. السؤال بيقول انا سألت ماذا فعل كسفير للولايات المتحدة. ها انا عندي فعل القول ماضي اللي هو asked، فعل القول ماضي يبقى نختار ماضي. does he do مضارع، he had done ماضي، he does مضارع، had he done ماضي. عندي اتنين ماضي في الاختيارات، اعمل ايه؟ ها من ضمن الملحوظات اللي انا قلتها لكم الحلقة اللي فاتت ان ما ينفعش نختار verb subject، لازم نختار subject verb. الكلام غير المباشر ما بيكونش فيه verb subject، لازم اختار subject verb. اللي ناسي القاعدة دي راجع الفيديو اللي فات. طبعا he had done subject قبل الverb يبقى دي صح، لكن had he done الverb قبل subject تبقى غلط. دايما يا جماعة لما بيجيب اختيارين مشكوك فيهم بيبقى واحد فيهم دايما هنستبعده لسبب معين، يعني ما تقلقوش خلاص. طيب المهم نبقى مذاكرين كويس يا جماعة. نشوف الجملة رقم 4، بيقول I asked him، انا سألته، not it was true، هل كان حقيقي يعني، that he had helped students at Oxford University، هل كان حقيقي ان هو ساعد الطلاب في جامعة اوكسفورد. طيب نبص بقى في الاختيارات. if not، مفيش حاجة اسمها if not، ايه if not دي، ماشي؟ مش تنفع طبعا. whether يعني سواء او اذا، هي دي بقى، ها، وما نخلطش بينها وبين whether الطقس. whether الطقس بتبقى غلط، whether سواء هي يا جماعة خلاص. unless ملهاش علاقة بالمباشر وغير المباشر، which ملهاش علاقة بالمباشر وغير المباشر، الا لو كان سؤال بادئ بويتش يعني، وده مش موضوعنا. انا عايزين نجيب كلمه معناها سواء او اذا. هقول ايه؟ انا سالته سواء كان حقيقي اذا كان هو ساعد الطلاب في جامعه اوكسفورد. الترجمه محتاجه كلمه سواء او اذا، يبقى الاجابه ويذر ده هي يا جماعه خلاص. طيب تعالوا نشوف الجمله رقم 5، بيقول I asked Andy، انا سالت اندي، if إذا he not talk about Spring Rice's writing، عن كتابات Spring Rice. Spring Rice ده يا جماعة اسم شاعر إنجليزي. Spring Rice اسم شاعر إنجليزي خلاص. أنا سألت أندي إذا كان يقدر يتكلم عن كتابات Spring Rice. طيب فعل القول ماضي اللي هو asked، asked ماضي يبقى اختار ماضي. كان مضارع غلط، could ماضي صح، مي مضارع غلط، والمستقبل غلط. فهمتوا انا بحل ازاي يا جماعة؟ نشوف الجملة رقم 6، بيقول I asked Andy، انا سألت Andy، why the ambassador، لماذا السفير، not written poems، ليه السفير كتب قصايد. ممكن حد يسألني دلوقتي انت ضحكت علينا يا مستر، انت قلت لنا من شوية ان الوظائف بتاخد ايه او ان، انت حطيت ذا هنا ليه؟ عشان هنا يا جماعة هو يقصد سفير معين، يعني سفير محدد ومعرف، تمام؟ في سفير بعينه كده هو اللي كتب القصايد دي. لما يكون الشخص محدد ومعرف بنحط ذا خلاص، انما لما بنيجي نتكلم عن الوظيفة بشكل عام كده نحط ايه او ان. عشان كده الجملة رقم 3 دي يا جماعة المفروض كانت ان امباسادور خلاص. طيب نرجع بقى للجملة بتاعتنا اللي بتقول انا سألت اندي ليه السفير كتب قصايد. ها asked ماضي يبقى اختار ماضي، is مضارع غلط، has مضارع غلط، was ماضي، وهاد ماضي.
آه، ووز ماضي وهاد ماضي، أعمل إيه؟ تعالوا نشوف اللي جاي بعدها. أنا لو اخترت ووز ريتن كتب، يعني معقولة السفير كتب؟ مش إحنا قلنا فيرب تو بي والتصريف التالت تبقى مبنية للمجهول يا جماعة؟ يعني السفير كتب؟ غلط طبعًا، السفير كتب، يبقى هاد، هاد ريتن بويمز، مش كده؟ يبقى يا جماعه ناخد بالنا ان دايما لما بيكون في كذا اختيار بيبقى في دايما اختيار مستبعد، وان شاء الله الموضوع بسيط ان شاء الله. طيب كده حلينا 6 جمل و14 جمله، 14 جمله على الجمل الخبريه في الوحده العشرة، وست جمل استفهاميه على الوحده الحداشر. نشوف بقى مع بعض دلوقتي اهم 10 جمل على الوحده الاتناشر، ها، اللي هي بتتكلم على الجمل الامريه اللي هي الامر والنهي. وبكده يبقى احنا حلينا مجموع 30 جمله على التلات وحدات، بس هم دول اهم 30 جمله واللي فيهم تقريبا كل الافكار اللي ممكن تيجي في الامتحان. تعالوا نشوف اهم 10 جمل على الوحده ال 12 الجمل الامريه. قبل ما ابدا احل ال 10 جمل دول، لازم يا جماعه نفتكر مع بعض كده القاعده بتاعت الحل على الجمل الامريه. انا قلت لكم في الحلقه اللي فاتت ان لو جالي حاجه حلوه بختار تو المصدر، ولو جالي حاجه وحشه او كيخه اختار نوت تو المصدر. تعالوا نشوف مع بعض الجمل اللي هنلاقي افكارها بتتمحور حول النقطه دي بالذات، اللي هي حاجه حلوه تو المصدر، حاجه وحشه نوت تو المصدر. اول جمله عندي بتقول A friend، صديق ليا، warned me، حذرني، for the same kind of job، حذرني اني ما اقدمش على نفس الوظيفة. يعني ايه لازمة ان انا اقدم على نفس الوظيفة؟ ما انا ما عجبتنيش الوظيفة الاولانية، ايه اللي يخليني اقدم على نفس الوظيفة؟ يعني دي حاجة وحشة، يبقى not to. يبقى الاجابة الصحيحة ايه؟ not to apply. هو حذرني اني ما اقدمش على نفس الوظيفة او نفس نوع الوظيفة، not to apply. وكمان هو مش جايب في الاختيارات تو المصدر، يعني هي نوت تو المصدر، ماشي؟ طيب حاجة حلوة تو المصدر، حاجة وحشة نوت تو المصدر. طيب he told me، هو أخبرني، for a different kind of job، إني أقدم على وظيفة مختلفة، حاجة حلوة، يبقى تو المصدر، تو أبلاي. هو قال لي أقدم على وظيفة مختلفة، طبعًا كلنا عارفين ان apply for يعني يقدم على وظيفة. طيب الجملة رقم 3 فيها فكرة مختلفة شوية، اللي هي الفرق بين said و said to والحاجات ديت. تعالوا كده نبص مع بعض. بيقول my friend، صديقي، نقط me، يعني نصحني او قال لي، to retrain، ان اعيد التدريب، as soon as possible، في اقرب وقت يعني. طيب هنا عندي الاختيارات سد، طبعا سد ما بتاخدش مفعول به، وهو مديني مفعول به اللي هو مي، يبقى سد مش هتنفع. طيب ستو غلط برضو، عشان ستو محتاجة علامات تنصيص زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت، ما ينفعش اختار ستو الا لو كان في علامات تنصيص. اللي ناسي راجع الحلقة اللي فاتت، ستو بتيجي مع الكلام المباشر بس يا جماعة. طيب advised، نصحني، هي دي الاجابة الصح. طيب suggested me، اقترحني، ايه اقترحني دي؟ ما تنفعش طبعا. خلاص يبقى انا بوصل للصح عن طريق استبعاد الغلط. نشوف الجملة رقم 4، وهي بتعتمد على اخر ملحوظة اديتها لكم في الحلقة اللي فاتت، الملحوظة رقم 15 في الحلقة اللي فاتت، وكانت اخر ملحوظة، ياريت اللي ما ذاكرهاش يرجع لها بسرعة. الملحوظة كانت بتقول suggest that فاعل مصدر، او suggest that فاعل شدو المصدر، او suggest verb زائد ing. تعالوا بقى نشوف الجملة بتقول ايه. my husband، زوجي، suggested that، اقترح ان، not languages، ادرس لغات. طيب حلو، suggest that فاعل مصدر، ها ادي ذات اهي، يبقى ناقص الفاعل والمصدر اللي هو ايه؟ اي ستادي. طيب لو ما كانش فيه ذات كنا اخترنا اي ان جي، suggest فيرب زائد اي ان جي، suggested studying، suggested studying يعني اقترح
مذاكرة أو دراسة اللغات. يبقى suggest verb زائد ing أو suggest that فاعل مصدر أو suggest that فاعل should والمصدر. يا ريت نحفظ القاعدة دي كويس. طبعا واحد يقول لي طب should والمصدر هنا غلط ليه؟ عشان مفيش فاعل، يعني المفروض مش هقول should والمصدر على طول كده، لا لازم يكون في فاعل الأول. خلاص يا جماعة، الجملة رقم 5 خدنا الحلقة اللي فاتت ان encourage مفعول to والمصدر، ولو كانت حاجة وحشة encourage مفعول not to والمصدر. بيقول ايه؟ my wife encouraged me، زوجتي شجعتني الا اضيع وقت. طبعا تضيع الوقت ده حاجة كخة، حاجة وحشة، يبقى not to. يبقى الحاجة الحلوة to والحاجة الوحشة not to. not to waste time يعني الا اضيع وقتا. تمام؟ طيب الجملة رقم 6، the teacher المدرس warned the children، حذر الاطفال ها ان هم not and listen، ويستمعوا before they crossed the road، قبل ما يعدوا الطريق، يبصوا ويستمعوا قبل ما يعدوا الطريق، يعني يبصوا يشوفوا في عربية جاية ولا لأ، وكمان يسمعوا صوت العربيات كويس ويركزوا عشان ما يحصلش حادثة يعني. طيب ها، النظر والاستماع قبل عبور الطريق ده حاجة حلوة ولا كخة؟ حاجة حلوة، يبقى طول مصدر، الإجابة to look. ماشي كده؟ طيب اللي بعد بيقول the teacher المدرس encouraged the class، شجع الفصل نقط their best in the exam، أن يبذلوا قصارى جهدهم في الامتحان، حاجة حلوة برضه أهو، يبقى to المصدر، الإجابة to do. يبقى يا جماعة معظم الجمل مبنية على الحتة دي بتاعت الوحدة الـ 12، حاجة حلوة to المصدر، حاجة وحشة not to المصدر. ونلاحظ بس يا جماعة التلات قواعد بتوع كلمة suggest، محدش ينسى التلات قواعد بتوع كلمة suggest. ماشي؟ وفي كلمة كمان اسمها recommend. خلاص؟ اللي ناسي راجع الفيديو اللي فات. خلاص؟ طيب اهي suggest جت تاني اهي في الجملة رقم 8، بيقول ايه؟ I suggested that we not a picnic، انا اقترحت ان احنا نعمل نزهة. كلمة picnic يعني نزهة. ها نفتكر القاعدة، suggest verb ing بس هو مديني suggest ذات فاعل، يبقى ناقص المصدر اللي هو ايه؟ have. مش كده؟ suggest ذات فاعل مصدر، suggest ذات فاعل should والمصدر، او suggest verb زائد ing. طيب الجملة رقم 9 بتقول she advised me، هي نصحتني اني اوصل بدري، ها حاجة حلوة، يبقى to المصدر، الاجابة to arrive. الجملة رقم 10 بيقول طارق advised me، طارق نصحني not that great film، ان اشاهد هذا الفيلم العظيم، بيقول الفيلم العظيم او الرائع، يبقى اكيد حاجة حلوة، يبقى to المصدر، يبقى الاجابة ايه؟ to see، ان ارى او اشاهد هذا الفيلم العظيم. تمام؟ يا رب تكونوا عرفتوا ازاي تحلوا على التلات وحدات 10 و11 و12، كده يبقى حلينا مجموع 30 جملة على التلات وحدات. يا رب تكونوا استفدتم حاجة، ويا رب اكون قدرت اوضح لكم احنا ازاي بنحل. ارجو كل واحد عجبه الفيديو يضغط لايك، وارجو تشتركوا في القناة بتاعتي على اليوتيوب، تعملوا سبسكرايب عشان توصلكم الفيديوهات الجديدة، وياريت تفعلوا الجرس ان امكن عشان تضمنوا ان كل التنبيهات توصل. وارجو من حضراتكم زيارة موقع الرسمي english2fun.com. كان معاكم مستر احمد سامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.